لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. قال ابن جرير رحمه الله: قوله يا ليتني، قوله عز وجل عنها عن مريم قالت يا ليتني مت قبل هذا، ذكر أنها قالت ذلك في حال الطلق استحياء من الناس. عن السدي قالت وهي تطلق من الحبل استحياء من الناس يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. تقول يا ليتني مت قبل هذا الكرب الذي أنا فيه والحزن بولادتي المولود من غير بعل، وكنت نسيا منسيا، شيئا نسي فترك، شيئا نسي فترك طلبه، كخرق الحيض التي إذا ألقيت وطرحت لم تطلب ولم تذكر. وكذلك كل شيء نسي وترك ولم يطلب فهو نسي. ونسي ونسي، نسيا ونسيا، لغتان معروفتان في من لغات العرب بمعنى واحد، مثل الوتر والوتر والجسر والجسر. بأيتهما قرأ القارئ فمصيب عندنا. بالكسر قرأت عامة قراء الحجاز والمدينة والبصرة وبعض أهل الكوفة، وبالفتح قرأه أهل الكوفة. ولو وجه النسي إلى المصدر من النسيان كان صوابا. وقوله منسيا مفعول من نسيت الشيء، كأنها قالت ليتني كنت الشيء الذي ألقي فترك ونسي. عن ابن عباس في قوله يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، لم أخلق ولم أك شيئا. عن السدي وكنت نسيا منسيا يقول نسيا نسي ذكري، ومنسيا تقول نسي أثري، فلا يرى لي أثر ولا عين. عن قتادة وكنت نسيا منسيا أي شيئا لا يعرف ولا يذكر. عن قتادة وكنت نسيا منسيا لا أعرف ولا يدرى من أنا. عن الربيع بن أنس نسيا منسيا قال والسقط. قال ابن زيد في قوله يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا لم أكن في الأرض شيئا قط، شدة الكرب التي كانت فيه. فعلا كرب شديد، أكيد تكلم نفسها من يصدقها، ولكن الله الذي ابتلاها جعل لها فرجا. فناداها من تحتها، اختلفت القراء في قراءة ذلك، قرأته عامة قراء الحجاز والعراق. فناداها من تحتها بمعنى ناداها جبريل من بين يديها
على اختلاف منهم في تأويله، فمنهم من تأول، فمن متأول منهم إذا قرأه من تحتها كذلك أنه جبريل، ومن متأول منهم أنه عيسى، وأنه ناداها من تحتها بعدما ولدته. وقرأ ذلك بعض قراء أهل الكوفة والبصرة فناداها من تحتها، بمعنى الذي فناداها الذي تحتها على أن الذي تحتها عيسى، وأنه الذي نادي وأنه الذي نادى أمه. ذكر من قال الذي ناداها من تحتها الملك، عن ابن عباس قرأ فناداها من تحتها يعني جبرائيل، عن عمرو بن ميمون الأودي الذي ناداها الملك، عن علقمة أنه قرأ فخاطبها من تحتها. عن الضحاك فناداها من تحتها قال جبرائيل، عن قتادة فناداها من تحتها أي من تحت النخلة، عن السدي فناداها جبرائيل من تحتها ألا تحزن، عن قتادة فناداها من تحتها قال الملك، قال الضحاك فناداها من تحتها يعني جبرائيل كان أسفل منها، كأنها كانت في مكان مرتفع شوية النخلة دي، وهو كان تحت شوية. يقول عن ابن عباس فناداها من تحتها ناداها جبرائيل ولم يتكلم عيسى حتى أتت قومها. ذكر من قال ناداها عيسى صلى الله عليه وسلم، عن مجاهد فناداها من تحتها قال عيسى بن مريم، عن الحسن فناداها من تحتها ابنها، عن قتادة قال الحسن هو ابنها، عن وهب بن منبه فناداها عيسى من تحتها ألا تحزني، عن سعيد بن جبير فناداها من تحتها قال عيسى أما تسمع الله يقول فأشارت إلي. هو في الحقيقة احتجاج قوي، إن مريم عليه السلام كانت تعلم أن طفلها يتكلم، لذلك أشارت إليه ليرد عليهم، ولذلك قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا، يعني كانت بتقول لهم اسألوه أو اسمعوا كلامه، فلذلك قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا، فإذا هو كان كلمها. وبعدين في الحقيقة إيه اللي هيخليها ما تحزنش وتطمئن وتقر عينها؟ إنها عرفت إن في معجزة كبيرة جدا حاصلة، وهو أن الطفل يتكلم في المهد، وهذا أعظم سبب لبراءتها. قال لها ألا تحزني، نادها لا تحزني. عن سعيد بن جبير قال عيسى، قال فناداها من تحتها قال عيسى أما تسمع الله يقول فأشارت إليه، قال ابن زيد فناداها من تحتها قال عيسى ناداها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. عن أبي بن كعب قال الذي خاطبها هو الذي حملته في جوفها ودخل من فيها. قال أبو جعفر وأولى القولين في ذلك عندنا قول من قال الذي ناداها ابنها عيسى، وذلك أنه من كناية ذكره أقرب منه من ذكر جبرائيل، إن الآية فحملته فانتبذت به فناداها من تحت، الضمير هو اللي أقرب مذكور، فرده على الذي هو أقرب إليه أولى من رده على الذي هو أبعد. ألا ترى في سياق قوله فحملته فانتبذت به
به فعملت عيسى فانتبذت به. ثم قيل فناداها نسقا على ذلك من ذكر عيسى والخبر عنه، ولعلة أخرى وهي قوله فأشارت إليه ولم تشر إليه إن شاء الله إلا وقد علمت أنه ناطق في حاله تلك، وللذي كانت تعرف وللذي كانت قد عرفت ووثقت به منه بمخاطبتها إياها بقولها لها لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريرا. وما أخبر الله عنه أنه قال لها أشيري للقوم إلي، ولو كان ذلك قولا من جبرائيل لكان خليقا أن يكون في ظاهر الخبر مبينا أن عيسى سينطق ويحتج عنها للقوم، وأمر منه لها بأن تشير إليه للقوم إذا سألوها عن حالها وحاله. يعني في الحالة دي عايز يقول إيه، كان لابد أن هو ينص سيدنا جبريل أنه سينطق عشان تبقى فاهمة هتعمل إيه. لكن هي لما شافت ابنها اللي بيتكلم فعرفت أن هو إيه سيكون في هذا الفرج. فإذا كان ذلك هو الصواب من التأويل الذي بينا، فبين أن كلتا القراءتين يعني من تحتها ومن تحتها صواب، ولأن قراءة من تحتها أولى بأن تكون مين، فناداها من ذكر من عيسى، وإذا قرأ من تحتها كان الفعل لمن، كان الفعل لمن من تحتها وهو عيسى. فتأويل الكلام إذن فناداها المولود من تحتها أن لا تحزني يا أمة قد جعل ربك تحتك سريا. قال ابن زيد فناداها من تحتها قالت وكيف لا أحزن وأنت معي، لا ذات زوج فأقول من زوج ولا مملوك فأقول من سيدي، أي شيء عذري عند الناس، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فقال لها عيسى أنا أكفيك الكلام. فهي بمجرد أن سمعته والله أعلم فهي فتطمأنت ولم تحزن، قد جعل ربك تحتك سريا. اختلف أهل التأويل في المعني بالسري، فقال بعضهم عني به النهر الصغير عن البراء بن عازب قد جعل ربك تحتك سريا، قال الجدول عن البراء مثل عن ابن عباس قال قد جعل ربك تحتك سريا هو نهر عيسى. في نهر الزهر هناك معروف اسمه كده، بيت لحم عن ابن عباس قال السري النهر الذي كان تحت مريم حين ولدته وكان يجري يسمى سريا. ده اسمه سري. عن عمرو بن ميمون الأودي قال السري نهر يشرب منه. قال هو الجدول. مجاهد سريا قال نهر بالسرياني. عن مجاهد قال ابن جريج، عن مجاهد مثله قال ابن جريج نهر الى جنبها، الى جنبها من تحت يعني كان تحتها كده مثلا. قال حميد بن عبد الرحمن ان السري الجدول. عن الحسن في قوله قد جعل ربك تحتك سريا قال كان سريا، ظهر على الوجه الثاني ان هو سيدنا عيسى سري. فقال حميد بن عبد الرحمن ان السري الجدول، فقال غلبتنا عليك الامراء. سعيد بن جبير عن السري قال نهر. عن ابراهيم قال النهر الصغير. عن الضحاك جدول صغير بالسرياني. اللي يقول بالسريانية معناه انه في اللغتين
لان مفيش يعني الفاظ غير عربيه في القران الا الاسماء العجميه. عن قتادة: قد جعل ربك تحتك سريا. السري هو الجدول تسميه أهل الحجاز. عن معمر قال: سريا هو جدول. عن وهب بن منبه: يعني ربيع الماء. عن السدي قال: السري هو النهر. وقال آخرون: عنا به عيسى. وده كلام الحسن. عن الحسن قال: قد جعل ربك تحتك سريا والسري عيسى نفسه. يعني ايه السري؟ السري والسراء السادة. قد جعل ربك تحتك سيدا يعني شريفا. قال ابن زيد: قد جعل ربك تحتك سريا يعني نفسه. قال: واي شيء اسرى منه؟ يعني زي اشرف. قال: والذين يقولون السري هو النهر ليس كذلك، لو كان نهر لكان إنما يكون إلى جنبها ولا يكون النهر تحتها، بل يكون كذلك وتحت. ده مش لازم يكون تحته مباشرة. فرعون يقول: تجري إيه؟ وهذه الأنهار تجري من تحتي، يعني بينزلهم كده هو يوصلوا للنهر. قال أبو جعفر وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب: قيل من قال قول من قال عنا به الجدول، وذلك أنه أعلمها ما قد أعطاها الله من الماء الذي جعله عندها، وقال لها: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكولي من هذا الرطب واشربي من هذا الماء وقري عينا بولديك. والسري معروف من كلام العرب أنه النهر الصغير. وهزي إليك بجذع النخلة، ذكر أن الجذع كان جذعا يابسا، وأمرها أن تهزه، وذلك في أيام الشتاء، وهزه إياه كان تحريكه. قال ابن زيد: هزي إليك بجذع النخلة، قال حركيه. فيش ولا في أي دليل في القرآن والسنة ولا حتى في أقوال السلف أنه كان في أيام الشتاء، بل الظاهر أنه كان في زمن الرطب. يقول عن أبي نهيك يقول: كانت نخلة يابسة. عن وهب بن منبه: كان الرطب يتساقط عليها وذلك في الشتاء. أظن اللي خدها أنها في الشتاء علشان عيد النصارى في الشتاء، ولكن الصحيح ان عيد النصارى ده من دماغهم هم، لان في الانجيل ان ده في زمن وجود عشب. العشب ده موجود يا في الخريف يا في الايه؟ يا في الربيع. ان الرعاة خرجوا يرعون اغنامهم في البرية. عن السدي: وهزي اليك بجذع النخلة، وكان جذعا منها مقطوعا فهزته فإذا هو نخلة، وأجرى لها في المحراب نهر، فتساقطت النخلة رطبا جنيا، فقال لها: كلي واشربي وقري عين. قال مجاهد: وهزي إليك بجذع النخلة، قال: النخلة. عن مجاهد قال: النخلة العجوة، يعني كانت عجوة. عن عمرو بن ميمون قال: ما من شيء خير للنفساء من التمر والرطب. تلا هذه الآية: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وأدخلت الباء في قولي: وهزي إليك بجذع النخلة، كما يقال: زوجتك فلانة وزوجتك بفلانة، لغتين يعني. تنبت بالدهن تنبت وتنبت الدهن. اختلفت القراء في قراءة قوله تساقط، قرأ ذلك عامة قراء المدينة والبصرة والكوفة تساقط، بمعنى تتساقط عليك النخلة رطبا جنيا.
لأنهم وجهوا معنى الكلام إلى وهزي إليك بجذع النخلة تتساقط النخلة عليك رطبا. وقرأ ذلك بعض قراء الكوفة تساقطوا، هو نفس معنى مشددوها غير أنها مخالفوها في القراءة. وروي عن البراء بن عازب أنه قرأ يساقط، يعني يساقط الجذع، يتساقط الجذع عليك رطبا جنيا. وروي عن أبي نهيك أنه كان يقرأها تسقط عليك. قال والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال إن هذه القراءات الثلاث يعني تساقط وتساقط ويساقط يساقط قراءات متقاربات المعنى، قد قرأ بما بكل واحدة منهن قراءة أهل معرفة بالقرآن، فبأي ذلك قرأ القارئ فمصيب للسبب. قال لم يذكر أحدا نعلمه أنه كان جذعا مقطوعا غير السدي، وقد زعم أنه عاد يهز بهزها إياه نخلة، يعني كأنه ما كانش نخلة قبل كده. وهو الحديث بيقول إيه، والآية بيقول إيه، هزي إليك بجذع النخلة، إذا كانت هي إيه، كانت نخلة من ساعتها. جنيا يعني مجنية، يقول والمجني المأخوذ طريا. أقول قولي هذا واستغفر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.